الله الموت الموت لأمريكا. Hamas, founded in 1988, is designated by the United States and European Union as a terrorist organization. Over the past few years, Hamas terrorist attacks and actions have made news. A week before fighting erupted in Gaza, Hamas's leader from Damascus put an end to a short-lived truce with Israel. This, in their own voices, is Hamas. ستفتح روما كما فتحت القسطنطينية وإذا كانت اليوم هي عاصمة الكاثوليك أو الصليبية التي أعلنت عداءها للإسلام ليمنع نهضة الإسلام من جديد ستكون عاصمتهم نقطة متقدمة للفتوحات الإسلامية التي تنساح في أوروبا كلها ثم تلتفت إلى الأمريكتين بل إلى أوروبا الشرقية. أنتم الأعلون. Hamas leaders call for the annihilation of Israel and of all Jews, for death to and annihilation of America, and for the Islamic conquest of the world. أيها الأمريكان سيعاقبكم الله أن يعلن الله الحرب عليكم يا أكلي الربا. أطلقوا العلم الأمريكي بفضل الله سبحانه وتعالى. ميتوا كل التحية إلى المقاومة الأفغانية في أفغانستان التي تمرق أنفع جيش أمريكا. أنكم وكأن الذي قتل يهودي واحد كأنه قتل 30 مليون يهودي. المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي على يهود هنا في فلسطين. هذا من أروع ألوان البركة الحقيقية لفلسطين. الله أكبر من أمريكا هو أكبر من القوى العظمى. ونقول لهذا الغرب ستهزمون والله. والأمة العربية والإسلامية اليوم صاعدة ناهضة سوف تستعيد زعامة العالم. All clips shown on this video were aired before the current Gaza crisis. For the most up-to-date information on the Middle East, visit www.memory.org.